انجينير فيصل علي ورابه قدوميا حسب كم معارض كوعد او قدبت كتشيدين اي مناسبة دقلين تشبين تدف عدي سديداد اي تام عدة تيم عده اي قبل كقبلي ايا قولها وسيرة دا كوبورياي اي كوان توبان حسب يدا معارض كاه اي ايوه توابيان اسلام مرهان تان اي تابد الكيدا بلوشة دا اصاب باندقان قرشها اي ودان اي وحقبت كاي فوليين او اي توتيان عيده اي مرول با معارض كعايان انجينير فيصل علي ورابه ايا شيغين شقد معارض كاي تاي ان حكومة دا لغا صحو وحي كقلدما انجينير فيصل علي ورابه ايا سيدو كلا عقاشة اوسو تشيديه اني قبيالة دا جوتيان او اي سياسة دا كبحان او اي تابد الكيدا مكتا قران كان شقيان سيدي اي امد دا بيوغر هدين لهايين انجينير فيصل علي ورابه قدوميا حسبك معارض كاو عيد ايا وقود دمين تشاقي ان سدح دا حسب قران اي سومال لان ايكو هشيان سيدي دور شوين لوغا قبن لها قود هان بدلقا وسيرة دوان اوغي هاي وكا سوغا اقبالان حفلة ده يا قف قولا وسيرو كشاكيا سلام محمد امين وحو قبطي وحدوني وقبني وسياري زمجرون افلسوا من نوري دان انا يا بابا معكم وقف ملكا ايك ملكو وسيركو ورمو قرشي ووضو وحو قبطي ذاتك هميلي جنيسة دانا يرتا وحي جنيسة نرشو لكن ما يقول واحد جوابي يا أول معارضك ورانو افتو حن افتني ماشي حنه هل كان هو حترم اساس تنو قبل انا هي عاينه قول سيبان كارل يا بول سي كارل ما كان هو واحد انه هي ودولد ان بلا معارض دي دكتاتور بين نقونس واحد معارض لو سمي انه حلقي وحقي قلدين دولدو هدي مرض كدحد مرض صار ما ابا عقلك وحيري ardayda waxa macaar laga sheegay saaqili taa u baahan yahay in la tala la siiyo qabyaalada naga daaya walaal oo siyaasada caaqli u taas kaga baxeen oo magti ha gureen oo nabadi ha ka shaqeeyeen oo magaaladooda wixii u baahan yahay biyo kama hadlaan ceel kama hadlaan wasaarad kama nin bay gacanta hayaan hebel waa wasiir noosi shaqo noosi waan dowlad tuuladaadi kaar tuuladaadi waxa u baahan tahay ka halal baaleen yaa waay ma waxaan leenahay waxaan jecelay insha Allah ta'ala imaka saddex xisbi waxay ku heshiin doorashada intii baarlamaankeena fadhiyay wala weeytu afar baarlamaan bay doortay afar waayo sharciga ilaaliyeen sharciga imaka laba baarlamaan oo inoo soo geli habay naga khasaariye kan saddexaad islaahay inama gaadhisiyo September 22kii ayay 15kii sano ugu guursaneen 22kii magaasay wiliba yuusiyaa ilaahay ma ku daal waxaan doonaa inaan dad wanaagsan keenno insha Allah ta'ala oo Maxamed Amiin oo beedan insha Allah ta'ala wa Jaafar Awil Hereri telefishanka sahan magaalada Gabiley.